الشهادات الجديدة اللي أتاحها البنك الأهلي المصري وبنك مصر، مجموعة من الشهادات، وناس عايزة تفهم أكتر إيه أنواع الشهادات دي، إيه الفوائد بتاعتها، بتقتصر على فئات معينة، بتبتدي من كام وتخلص كام. ويمكن أعتقد إحنا دلوقتي في فترات الأجازة، فالناس اللي عايزين يقدموا على الشهادة دي بيعملوها أونلاين لحد يوم الاثنين ما الأجازة تخلص، وبعدين يبتدوا يتوجهوا للبنوك علشان يقدروا يعملوا الشهادة من يوم 18 يناير. خلينا نعرف التفاصيل من المتخصصين. دكتور محمد شادي الخبير الاقتصادي، مساء الخير على حضرتك يا دكتور، وكل سنة وانت طيب، عام سعيد يا رب عليك. لو تقول لنا تفاصيل هذه الشهادة، ومين اللي يروح يعمل الشهادة دي؟ هل هم الناس اللي كان عندهم شهادات وانتهت، ولا لا، لو حد بيدخر مبلغ ما ممكن يروح ويبادر ويستفيد من هذه الشهادة؟ اهلا بحضرتك يا فندم، استاذ المشاهدين، وسنه سعيده يا رب على مصر كلها وعلى اهلها. بصي، هو اولا لا يفضل اطلاقا ان حد يكسر الشهاده بتاعته اطلاقا. يعني اولا انه حد ايه يا دكتور يكسر الشهاده؟ يكسر الشهاده، ما لا حدش مش يكسر الشهادات يكسر. القديمه. هو يعني في ناس شهاداتها انتهت. ده انا لسه هقول لحالا، الناس اللي شهاداتها انتهت يعني الشهادات، لانه خد بالك حضرتك البنك المركزي عامل الشهادات دي اساسا للناس اللي كانوا قبل كده شهاداتهم في نفس في نفس السنه اللي فاتت من دلوقتي بالظبط وخلصت. فهو البنك المركزي عاوز ما يخرجش الفلوس دي بره، عاوز يعمل حاجتين، يوازن بين حاجتين. اول حاجه يخلي في استقرار في المجتمع، يعني الفلوس ما تخرجش بره تبدا ترفع التضخم من جديد، والحاجه الثانيه ان هو يوفر مصدر دخل يعني للمصريين اللي بيعتمدوا اصلا على الشهادات، كبير جدا من على الشهادات. عظيم. وبالتالي حاجتين، اول حاجه الناس اللي عندها شهادات مش مواعيدها ما تكسرهاش خالص، ما تجيش ناحيتها خالص، تكمل فيها لغايه لما يعني يمتد بيها الوقت وتنتهي. الناس اللي شهادتها انتهت عندهم بقى سكتين، السكه الاولى زي ما حضرتك قلتي بالظبط، ان هو يجدد الشهاده بتاعته عبر الـ عبر الـ عبر الانترنت، يعني او بالموبايل ابلكيشن، او حتى عن طريق الخدمه الصوتيه بتاعت البنك الاهلي او بنك مصر. او الحاجه الثانيه ان هو من يوم الاثنين يبدا يتجه للبنك ويجددها. يعني خد بالك حضرتك ان هو يوم الاثنين ده هيبقى فيه اقبال ضخم جدا على البنوك، علشان كده يعني اصدقائنا واهلنا اللي يقدروا ما يروحوش البنك اساسا هيوفروا على نفسهم وقت كبير جدا، ويوفروا على نفسهم مجهود كبير. وهي نفس الموضوع بالظبط بنفس الطريقه، يعني ما فيش اي اختلاف بين الطريقتين، بالعكس يعني هتوفر وقت كبير جدا وهتوفر مجهود كبير ووقت طويل خالص مش هننتظر. دي الحاجه الاولى. الحاجه الثانيه، الشهادات هتبقى متاحه لفتره مش طويله اعتقد، يعني لانه البنك المركزي زي ما حضرتك كده هو منزلها علشان مستهدف اصلا الفئه اللي كانت عاملاها قبل كده مش عاوز الفلوس تخرج من السوق، وبالتالي برضو يعني نبادر بسرعه، ما نسيبش الفلوس في البنك سايله فتره طويله، نجمدها في الشهاده بسرعه بحيث ان احنا نقدر نستفيد من الشهادتين اللي هم ال 27% لمده سنه. ودي ياخدها الناس اللي مش معتمدين كدخل شهري على عائد الشهاده. بالتالي اللي بيعتمد على الشهاده كاستثمار ياخد ال 27%، وده طبعا افضل له من غير ولا كلمه. الناس بقى اللي معتمده على الشهادات اللي هي حطاها دي كعائد شهري او كدخل شهري ليها، ياخدوا طبعا الشهاده الاقل اللي هي ال 23%، وبالتالي يبقى عنده حافظ على دخله الشهري بانتظام، كل شهر تجيله العائد بتاعه يقدر يتحرك بيه يعني ويشتغل بيه. وفي نفس الوقت كمان البنك رفع النسبه عن السنه اللي فاتت عشان يواجه معدل التضخم اللي حصل، وبالتالي يبقى وازن بين كل الادوات، بين كل المصالح المتاحه، سواء ان ما يبقاش في تضخم، سواء ان هو يحافظ للمصريين على دخل مريح بيعملوه، وثالث حاجه ان هو يدي اداه الاستثمار بعيد عن الطرق الخطيره يعني او اللي فيها مخاطره كبيره، زي مثلا يعني شراء الدولار اللي طالع نازل، او شراء انواع اخرى من الـ من الـ من الـ من مخازن القيمه يعني. طيب دكتور شادي، انا عايزه هنا اسالك عن لو واحد كان رابط شهاده مدتها خلصت ما بقاش محتاجها كدخل، ايه الاوعيه الادخاريه الثانيه اللي ممكن يستخدم فيها الفلوس دي؟ عندنا اوعيه ادخاريه مختلفه للغايه، تبع هو عاوز الفلوس دي امتى، يعني تبع مده الاستثمار وعاوز الفلوس دي امتى. يعني مثلا يعني لو هيفضل فتره كبيره مش محتاج الفلوس، بنتكلم مثلا على 3 4 سنين قدام يعني، يبقى الذهب اضمن حاجه. الذهب يعني طول الوقت حتى لو حصلت عليه تراجعات هيرجع يرتفع تاني، وده مش في مصر بس، ده في العالم كله. افضل مخزن للقيمه وافضل اله استثماريه على الاطلاق هي الذهب. واخد بالك حضرتك ازاي؟ الذهب كمان يعني لو مش هيجي للاستثمار الطويل، نسيبه بقى الذهب دوت، لان تسهيله زي ما حضرتك عارفه يعني احيانا كتير جدا تسهيل الذهب سواء كمصنعي او كده بيخصم من الاستثمار،
وبالتالي في تكلفه غير تكلفه الحفظ. يبقى نسيب الذهب لو هناخد فتره صغيره جدا، يبقى عندنا بقى البورصه نتجه ليها، او يعني في الاحوال دي في غير البورصه يعني وغير الاسهم اللي ممكن ندخل ونخرج منها بسهوله. يعني اللي هو انت النهارده بتدخلي مثلا في سهم زي مثلا سهم البنك التجاري الدولي، ولا سهم مثلا كذا، ولا سهم كذا، وتقدر تخرج منه في نفس اليوم بسهوله جدا تسايليهم. والاسهم في الغالب معظمها يعني في الفترات المتوسطه المدى زي مثلا السنه والسبع شهور والثمان شهور، خصوصا في ظل الاوقات اللي احنا موجودين فيها دي اللي فيها مستويات تضخم مرتفعه، هي من افضل مخازن القيمه. بس احنا بنرجح الوعاء دوت بالذات للناس اللي بتفهم فيه، الناس اللي عندها يعني الدرايه الاساسيه حتى على الاقل بالبورصه والداينامكس بتاعتها، او يعني الاتجاهات بتاعتها. ده الاستثمار الثاني. الاستثمار الثالث بقى هو التجاره، يعني لو اي حد بيشتغل في اي مجال من انواع المشروعات التجاريه، يبقى افضل استثمار ليه ان هو يشتغل في الاستثمار، خاصه مع معدلات تضخم مرتفعه، لانه زي ما حضرتك عارفه يعني بيحقق مكاسب بطرق يعني بطرق اسهل بسبب الارتفاع اللي حاصل على مستويات التضخم الموجوده والطلب العالي جدا من السوق المصري دلوقتي على كل انواع السلع. أنا بشكرك شكرا جزيلا دكتور محمد شادي الخبير الاقتصادي، شكرا جزيلا على وجودك معنا.